حول الأسواق العالمية. ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر، رئيس أبحاث السوق في أكويتي جروب. رائد، صباح الخير وأهلا بك معنا. يعني دعنا نبدأ من الخبر الأبرز هذا الأسبوع، وربما أبرز ما تترقبه الأسواق أكيد اجتماع الإي سي بي. توقعات تشير إلى خفض، أول خفض لأسعار الفائدة في ظل هذه التوقعات بالنسبة للإي سي بي، ومن ناحية أخرى توقعات بأن الفيد لن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة قبل سبتمبر، هذا إذا خفض في سبتمبر. هذا الدايفيرجنس ما بين الإي سي بي والفيد كيف سينعكس أكيد على قوة الدولار، وأكيد بالتالي كذلك على عوائد سندات الخزانة؟ بالتأكيد نحن عم نشوف هذا الدايفيرجنس مؤقت، لأنه نحن ابتدينا العام على أن الفيدرال الأمريكي سيكون هو الأول الذي يقوم بالتوجه نحو تقليص أسعار الفائدة. واجهه التضخم العنيد، التضخم لم يتجاوب بشكل كافي مع مستويات الفائدة الأعلى. صرنا نشوف high interest rate for longer، رح يكون في عنا إبقاء على أسعار الفائدة. المركزي الأوروبي كانت العملية ضغط شديد لمستويات التضخم باتجاه المستهدفات، و إلى أن قاربت إلى 2.3% على القراءة الكوارت، يعني على القراءة الفصلية، وكذلك على القراءة السنوية قريب جدا من المستهدفات. بالتالي المركز الأوروبي لا يريد أن يضحي بمزيد من الضعف في الناتج المحلي الإجمالي، ويتجه نحو تقليص أسعار الفائدة ربما في اجتماعه يوم الخميس. النظرة الآن تتجه إلى أنه نحن عندي نوعا ما ضغط كبير كان على اليورو بشكل مبالغ فيه، خلينا نقول في نهاية تعاملات العام الماضي بداية تعاملات هذا العام. الآن الدولار الأمريكي اللي احنا عم نشوفه تحت الضغط عم بيحاول يتراجع المؤشر أمام سلة العملات، وعم نشوف اليورو يحاول الارتفاع مرة أخرى. لكن احنا ما ننسى أنه الوضع في المنطقة الأوروبية معرض، أنه في عندي ناتج محلي إجمالي ضعيف إجمالا، في عندي مجموعة من الدول التي تعرض إلى ركود اقتصادي تقني بشكل مباشر. كان في عندنا ضغط كبير على الاقتصاد الأوروبي اللي عم بيخليني أوصل لمرحلة أنه تقليص أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية بشكل إجباري. ولكن التضخم هو مرن أكثر في المنطقة الأوروبية، رح نشوف حساسيته أسرع. كل ما ساهم حقيقة بضغط التضخم أنه بقاء أسعار الطاقة مستقرة نسبيا وتحسن الأداء تدريجيا مع وجود أسعار الفائدة المرتفعة. بالنسبة لسوق السندات في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد رح يكون تحت ضغط شديد في الفترة القادمة. ربما السبب الرئيسي أنه عندي تغيرات كبيرة على الساحة منتظر في المنطقة الأمريكية، سواء كان من الانتخابات الأمريكية، التغير المنتظر في السياسة النقدية بشهر سبتمبر. كل هذه العوامل تلعب دورا مهما في جاذبية السندات الأمريكية. رائد، يعني بالطبع كنت أتحدث عن الضغط الذي يخضع له الدولار، كنت أتحدث كذلك قبل قليل أنه إذا ما نظرنا على الدولار إندكس منذ يوم الأربعاء الماضي فقط متراجع بأكثر من 1%. هذا الأسبوع نترقب بيانات الوظائف، الجولتس تصدر اليوم، ويوم الخميس أو حتى الجمعة نترقب بيانات أكثر حول البيرولز وغير ذلك. كيف تنعك أولا، ما هي التوقعات بالنسبة لهذه الأرقام، وكيف تنعكس هذه الأرقام أكيد بالنسبة للسياسة النقدية وعلى الدولار كذلك، هل يكون لها تأثير؟ أعتقد الدولار الأمريكي بعد فترة طويلة من السيطرة والهيمنة في الأسواق يظهر تحت الضغط مرة أخرى، وممكن نشوفه قرابة 101 و102 ربما في وقت قريب من يعني هذا أو في منتصف هذا الشهر حتى نهاية هذا الشهر مع اقتراب موعد سبتمبر. بالنسبة للفيدرال الأمريكي رح نشوفه تحت ضغط أكبر وأكثر في الفترة القادمة. ربما مؤشر الدولار الأمريكي يتعرض لهذا الضغط بنتيجة الديتا أو البيانات التي تخدم قرار الفيدرالي الأمريكي. فكل البيانات الآن تحت المجهر، وبشكل أكثر تحديدا سوق العمل الأمريكي أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت
حقيقة في يعني اتخاذ أو تأجيل قرار الفيدرالي الأمريكي، لأنه كان عم يفرجيني ريزيلينس وعم يفرجيني أداء جيد جدا بالنسبة لسوق العمل، أسوأ معدلات البطالة تحت السيطرة، وظائف جديدة يتم إضافتها بشكل كبير جديد بشكل كبير بشكل في الأشهر الماضية. بالتالي لكن آخر شهرين نحن بدأنا نرى فعليا بعض الضعف في الذي تكتنفه بيانات الوظائف الأمريكية. شفنا ارتفاع في معدلات البطالة واقترابها أكثر إلى مستويات 3.8%، شفنا عدد وظائف أقل يتم إضافته. بالتالي بدأنا يظهر للاقتصاد أنه في عندي الانفليشن، ارتفاعاته أعلى من مستويات ارتفاع نمو الأجور، عم يكون في عندي ضغط على قطاع الأعمال، وهذا ما حذر منه جيروم باول وأعضاء الفدرال الأمريكي، ورح نشوف هذا الضعف حتى يبدأ تقليص أسعار الفائدة. وبالتالي من المتوقع أنه يأتي هذا التقرير أيضا يظهر ضغط أكثر على أداء الدولار الأمريكي، ربما تحسن في أسواق الأسهم الأمريكية بشكل أكبر، ليس مدعوم فقط من قطاع التكنولوجيا وإنما من البيانات الاقتصادية على وجه التحديد سوق العمل المنتظر يوم الجمعة. طيب ورائد، دعنا نتحدث قليلا عن وول ستريت. يعني عم نشهد عودة للميم ستوكس، هو أمر ملفت خاصة في ظل السياسة النقدية المتشددة. برأيك هل هذا أمر يعني قصير، يعني is it short lived، ولا ممكن يعني هناك المزيد لهذه الميم ستوكس؟ حقيقة نحن عم نشوف أنه يعني كل الظواهر اللي نحن عم نشوفها حاليا بالنسبة للأسواق الأمريكية هي بنتيجة أنه عم بيكون في عندي إفراط في بقاء أسعار الفائدة بشكل مرتفع لفترة طويلة، وهذا يلعب دورا مهما في الانغماس أكثر بالمخاطرة وظهور هذه الأسهم مرة أخرى. وربما عندنا عم يكون في عندي توجه نحو الـ يعني الأخذ بالمخاطرة بشكل كبير جدا، ووصول أسواق الأسهم بشكل عام إلى مستويات تاريخية مرتفعة يعني عم بيعزز هذا الرغبة. ولكن العودة إلى الأساسيات والعودة إلى الأسهم الرئيسية التي تكتنف خلينا نقول الفاليو ستوكس ممكن يتأكد أكثر مع يعني اقترابنا أكثر من الموعد لوضوح السياسة النقدية وتوجه السياسة النقدية على وجه التحديد، وفي نفس الوقت يكون في عندي إحجام نوعا ما بنتيجة بيانات اقتصادية تظهر على الاقتصاد الأمريكي تظهر حقيقة أنه يجب أن يكون هناك تقليص في عملية الرغبة بالمخاطرة اللي موجودة حاليا في أعلى مستوياتها، وربما يقودها ذلك الأداء المنفرد اللي احنا عم نشوفه بقطاع التكنولوجيا، وبالتالي ذلك يسهل ظهور هذه الأسهم. شكرا جزيلا لك رائد الخضر، رئيس أبحاث السوق في Equity Group، كنت معنا من دبي.